يلا كده احنا مع بعض، يلا طلبي وحده جماعيه. عيد عليكم. وفي عم شحاده وبنتها عم تلعب التليفون كمان. انا بفرجيك طول بالك، يا بدي البالك مني بس جاي على بالي ادق اخواني او اخ الام. بسيطه، شو راح برغي؟ كني فات ام كرش على رفوتي وراح بجوني. انا ميت بلا انت هيك كلمه ما بتجيب على سنك، بس ما بتفهم حكي. ايه لا بقى، انت ايدي طويله وانت اسخ لامي على الفاضي. امي ملعونه. الهي يجيكي كهف نفس ضربتيني يا حشره من واسع علمه. صباح الخير يا قوم. ولعدت ايش عملت؟ الله اكبر، سبحانك يا رب، استجبني دعائي. يمهل ولا يهمل. ما تجودي ست اللي بوزت عشان ماما كمل عليك. ها وانت تعرف ليش ضربتني؟ ليش عملت الله؟ مين انا؟ اعوذ بالله، هاي ايدي اشتهت تصبح عليكي وتقول لك صباح الخير يا عمري. انت اني مرة تخليها تصبح مشان ما اكسر وحملك اياها، وانت حاسس حالك ما بدي املك. قومي صبي لي كاسة مي وتكون بارد بوز لوقت ما تيجي امي عشان نفطر. نعم. لا انت شكلك عم تحلم، اكيد عم تحلم. نحن هلا بالواقع يا عمري، الحلم خلص، خالصين انتهينا منه. ما فشلت بنصحك بعد ما ضربتني، بدك كانه ما صب لك كاس مي وبارده كمان. فشلت ومصب لحالك، بدك انت ومصب. قلت لك ما انا ضربتك، هي ايدي قومي صبي كاس مي بان. ولو انت ما بتفهم على مين، عبالك ما بدي، بدك انت ومصب لحالك، ناقصك ايد ولا اجر يعني. لحظه لحظة شوي عبادة، بدك كاسة مي وباردة، باردة كتير مو؟ يا عيني عليكي، هلا بلشت تشغلي مخك، تكون باردة بوز. ايه متكرم عيونك، بتأمرني امر يا اخوي وسيدي وتاج راسي، ثواني وبتكون عندك كاسة مثل البوز. الله يعينك بس من اللي راح يصير فيك. لحظة، اللي عم شوف الفيديو ما حط لايك لسه، حط لايك واشترك بالقناة ووصل هذا الفيديو لك بعدها من اللايكات، رجعت لك يا عمري. ايه والله لا خليك تندم لانك طلبت مني كاسة المي، طول مالك. منين المي وجبناها؟ بنحط لها معها ملح ولا بهار؟ لا ملح اضبط. كاس مي بارد بوز لاخوي وحبيبي وعمري عبادة. تفضل اتي لشوف. وليه ماني مرتاح لك منو؟ ايش حلطي لي؟ لو حلطي لي سم. لا انا عيوني فيها شيء اكيد، خدتوش عم صبر لك كاس مي، اكيد فيها شيء. هادي بالك، عيب عليك ولو انا عامل فيك هيك، انت اخوي الكبير. ماشي. يخرب بيتك، كم عرض من الحيطان. انت معالق ملح، صبر خليه يحترق جواتك. حس فيني لما بتضربني يا مستفز. انا قلت لك بس ما بترد. انت معالق يا حقيره، بدك تضربني بوديري، خليكي واقفه بارضك، بدي ادفنك هون. قولي لهيكم، قولي لهيكم نلعب الشرطه 100 دولار، شو ريت لهيكم هوني. وين بدك تروحي جايكي؟ مجوده يا عمري يا حبيبي، ما بتوقع ليش قد بحبك، شو قد مشتاق لك. كوميات كوميات، طول بالك وروي. انا قلت له عباد اصلا، وهو قال لي يعني العبي فيه ما في مشكله. قلت لا تكذبي، هو بتمه قال لحدا يلعب فيه وانا بغزنته، معناتها انت بتعرفي لعبتي فيه. لا لازم اخبره بقى. طول بالك مجوده، شو عم ناخذ ومعطي لسه. انا شو كنت عم بقول؟ كنت عم بقول بيني وبين حالي، انت مو كان بدك تلعب اللابتوب عباد انا كان عم خليك.
اي كان بدي بس عبادة ما خلاني. ايه ده على العافية هلا وانا بوقف اطلع لها عشان ما يحس داعم. ما بدي بدي عبادة حس ما بدي. قولك ما راح يحس تلعب فيها لان دش ويبقوا انا لعبت فيه وانت لعبت فيه بعدين ما رجعوا لي لمحله ولا من شاف ولا من دري لا انا ما قلت ولا انت بتقول له تعال ولا شيء موافق قومي يلا تعا حبيبي يا عمري تعا ان شاء الله ما يحس. اوه ونزل احداث اصدار للعبه كمان. ايه يلا مجوده انت العاب انا بس رايح اشرب كاسة مي واجي اطلع لك لا تاكلها انت بس العاب خليك هيك. عبادة يا بتلحق يا ما بتلحق لابتوبك خالص يمكن تحترق مجهودة من 3 ساعات عم بلعب عليه حمي حمي احترق يمكن راح خالص ها ما تعتبرني انا فسفوسة فعلت خير بس ما اكثر. وينو انت بس اديني وينو بالغرفة جوا قولك قوم لسه بيرك وشوفه. اه يا حقير انا ما قلت لحدا طالعه. عبادة شو 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 بدك تكذب؟ انا مو قلت حدا يلعب، ليش طلعته؟ لا انت كنت غلط اكيد خليني افهمك بس، والله خدوه جيت طلعته، جيت انا بدي اقلك اه بدي تعال عاود تعالي بعدين من يوم كان في اتفاق بيني وبينك تسأل. انا يا حقير اعوذ بالله عبادة مستحيل تصدقهم، انا شو حطيت له؟ قلت له يا مجوني روح ايما بلا ما اشوفك عبادة بيجي يضربك، قال لي مالك علاقة روحي انت انا بضربه. شو؟ والله كذاب عبادة اي ما انا بعرف انا بعرف انت على طول مظلوم وهي كذابه والله لا طعبيك قتلي ما تنساها بسنه. في ساحر قوي انا روح الا لخدوج هي تعمل لك اكل انا مالي فاضيه. امي يلا فاضيه بتعيط وما بترد. انت بس روح ولا على امي قومي اعملي لي اكل واذا ما قامت اترك علي شوف ايش راح اعمل لك فيها. اف قولك انا احترقت انا بجهنم والعياذ بالله لك الدنيا نار. قولي قولي هي معصبه شو بدي اقول لها ماما؟ يلا بقول لها امي قالت اذا قامت تقلي تقولي خدوج تعي حطي لك بسرعه على امي لاني جوعان. نعم ايش تفضلتوا لك؟ اسمعوا لك الدنيا نار محرقه ومالي طايقه حالي النوم بتحمل درب الطياخ بدنا نعمل خلطي بلا ما اجي بفترسك والله. ولا امي قالت داعي بلا امي بلا بطيخ ما في غير البيت يعني انا بدي اطيخ انا بدي امسح انا بدي اغسل انا بدي اعمل اكل ما في غير ما تروحوا خذوا غيري بقى. ايه مثل ما بدك سمعتي امي قال بلا امي بلا بطيخ ما في غير البيت. مين اللي عم بقول هيك انا بطيخ خذوا جاك انا روحي تعي وبيتك. قولي الله يوفقك يا أكل من جودة وين هي العقوبة بدها؟ وين وينك خدوج؟ اوف وينك؟ انا هون يا عمري انا هون يا روحي عم بعمل اكل لاخوي وحبيب قلبي مجودة بمطبخ. وين هي اختفيت؟ ها ليك عم بتعمل لك اكل ليك لك انا عجب مين سمعت من شوي عم بقول ما بدي مين؟ ما بعرف امي؟ ايه يمكن هذا شكله ابوي كان عم يتخانق مع حدا على التليفون. ايوه وانا اللي طلعت زلمتين يلا بسرعة حضروا الأكل بسرعة. لحظة لحظة شوي أبوكي ماله بالبيت عم تحكي علي أنت؟ أمي أمي والله بالغلط والله ما بقصدي طلعت مني بالغلط بلا أمي بلا بطيخ وعم ترجع بالعيدية والله الأطلع بروحك والله. مسكينة يا خدوج الله يقدرني على فعل الخير.